رشيدة الواكي. مني خرجت من ابتدائي يعني مستوى ديال الخامس، كنت كنتعلم الطرز في الدار مع الوالدة ديالي الأخت ديالي. كيفاش التحول تاعي جا للخزاف؟ لأن أختي اللي صغر مني كانت كتقرا في سونتر ديال الصناعة التقليدية، سمعت بهذيك الورشة ديال أحمد الصرغيني ومشات ليها وبدات كتشتغل معاهم. أنا جات غير واحد كي قلتي واحد المشية، مشيت معاها خدمت معاهم حتى هما في هذيك المرحلة ديال الزواق، لأن الزواق تعلمت شوية على الصرغيني وهبطتني لهضبة الشعبة. خدمت واحد المدة ديال 6 سنين، يعني ديك الطريقة ديال تخدم بياسة بالعطش. هي هذيك الورشة ديال بن إبراهيم كان الحفيد ديالو كيدير داكشي ديال التخريج، كتكون بياسة مثلا بقى خضراء لي فايوز ولا مثلا شي خابية كبيرة خاصة تدير داكشي ديال الضو، كتخرج داكشي ديال الضو والشموع داكشي. غالبا لقيت راحتي في ديك الخدمة ديال التخريج، لقيت راسي اني تنعرف نخدم فيها، تنعرف نبدع فيها. مثلا تكون شي زواقه ديال الجليج، زواقه ديال الطوريق، وفي نفس الوقت ما كتجينيش مملة. 8 مارس بالنسبه ليا هو يوم العالمي للمراه وتاريخ الازدياد ديالي، تقريبا هو اللي والتي تبين المراه في الوجود ديالها في المجتمع. من بين الذكريات اللي عندي في 8 مارس وهو واحد الشهادة تقديرية اللي خديتها من عاملة آسفي اللي كان مشرف على العامل ديال إقليم آسفي. هذه الشهادة اعترافا بالمرأة ومجهودات المرأة في فن الخزاف، لأن هي يا المرأة في الخزاف اعطات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.